أهلا بكم مشاهدينا في نشرة اليوم تمام الساعة 8:30 بتوقيت دبي. أنا لينا المجالي وأصحابكم في هذه النشرة مع مراسلينا للوقوف على آخر تطورات من حول العالم، وهذه أبرز العناوين. غضب أمريكي بعد تحليق منطاد تجسس صيني فوق مواقع حساسة في أمريكا، والصين تدعو لحل المسألة بهدوء. في سابقة أعضاء من الكونغرس يحثون بايدن لربط صفقة مقاتلات F-16 بموافقة أنقرة على انضمام السويد وفنلندا للناتو. قبل أسبوعين فقط من الذكرى السنوية الأولى للحرب في أوكرانيا، كييف تحتضن قمة أوروبية شدد فيها الحلفاء على دعم أوكرانيا ومعاقبة روسيا. في نشرة اليوم آخر التصريحات من الكرملين، نناقشها مع مراسلنا من موسكو. الكرملين كذب أنباء عن عرض أمريكي لإنهاء الحرب مقابل 20% من أراضي أوكرانيا. ألمانيا توافق على إرسال دبابات ليوبارد لأوكرانيا، لكن ذات الطراز الأقدم، فيما يبدو أنه تراجع عن موقفها الأول بإرسال ليوبارد 2. ونتابع في نشرة اليوم مستجدات زيارة نتنياهو لباريس. نتنياهو أكد أن هناك تقاربا كبيرا في تقييم فرنسا وإسرائيل لتهديدات إيران ولفرض عقوبات على الحرس الثوري. في آخر محطات جولته الأفريقية، البابا فرانسيس يصل إلى جنوب السودان وعشرات الآلاف في استقباله. تراجع أرباح عملاقتي التكنولوجيا جوجل وأبل من بين الأسباب الرئيسة ضغوط سلسلة التوريد للإنتاج في الصين. في استوديو العرب الليلة، في مصر أضاع ضربة جزاء فتلقى 70 غرزة في جسده. وفي استوديو العرب أيضا جدل التجارب على الحيوانات بين العلم وحقوق الحيوان. في حادثة استنفرت الأوساط الأمريكية، أعلن البنتاغون عن رصد تحركات لمنطاد تجسس صيني يحلق على ارتفاع شاهق فوق الأراضي الأمريكية. البنتاغون أكد أيضا أن المنطاد رصد فوق مواقع عسكرية حساسة، وهو يحلق حاليا على ارتفاع أعلى بكثير من الحركة الجوية التجارية. البنتاغون بحث في إمكانية إسقاط المنطاد، لكن بناء على طلب الرئيس جو بايدن تقرر في نهاية المطاف عدم فعل ذلك. السبب وفق بايدن يعود للمخاطر التي يشكلها تساقط الحطام على الناس في حال سقط المنطاد على مناطق مأهولة. كندا هي الأخرى أعلنت وزارة الدفاع فيها عن حادث مماثل، قالت إنها تنسق مع واشنطن لتعقب تحركات منطاد تجسس رصد على ارتفاع عال فوق سماء البلاد، مضيفة أن كندا ستتخذ التدابير كافة لحماية ما أسمته بتهديد التجسس الأجنبي. رد الفعل الصيني جاء على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماونينغ، التي قالت إن المنطاد الذي دخل الأجواء الأمريكية ذو طابع مدني وضل طريقه بسبب الرياح، ومخصص لأبحاث الطقس، ومبدية أسف بكين لهذه الحادثة مع دعوة لحل المسألة بهدوء. وفي آخر تداعيات هذه الحادثة، قررت الإدارة الأمريكية تأجيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بكين التي كانت مقررة بعد يومين. كان ينتظر أن تناقش هذه الزيارة ملفات عديدة لأول دبلوماسي أمريكي كبير يزور الصين منذ خمسة أعوام.
ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا كريم يسري للحديث حول هذه الأوضاع. أهلا بك كريم. إذا نبدأ من إلغاء أو تأجيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين للصين بعد هذه يعني حادثة المنطاد، هل هي تأجيل أم إلغاء؟ وفي حال أنها كانت تأجيل، متى سيزور بكين؟ نعم لينا، منذ إعلان الجنرال بات رايدر المتحدث باسم البنتاغون الأمريكي أمس عن رصد منطاد تجسس يتبع الصين، ردود الفعل الرسمية وحتى المجتمعية تخرج من الولايات المتحدة حول هذا الأمر، آخرها بالتأكيد هو تأجيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين. يعني حقا تلك الزيارة لم يعلن عنها رسميا، هي كانت ضمن اتفاق ضمني بين الرئيس جو بايدن ونظيره الصيني شي جي بينغ حينما تحدث هاتفيا في نوفمبر الماضي، وكان مقررا لها هذا أو الأسبوع القادم، ولكن يعني عدد من مسؤولي الخارجية الأمريكية صرحوا بأن تم تأجيل تلك الزيارة ولم يحددوا موعدا، يعني موعد تأجيلها وموعد حسم يعني توجه أنتوني بلينكين للصين كأول وزير يزور الصين منذ عام 2018. العلاقات الأمريكية الصينية متوترة بالأساس منذ فترة بسبب يعني الدعم الأمريكي لتايوان والتواجد العسكري الأمريكي في يعني في محيط شبه جزيرة تايوان، وبالتالي هذا الأمر يصعد من الأمور بين البلدين. طيب كريم، أيضا حول تفاصيل أو أي تفاصيل خرجت حول هذا المنطاد ولماذا حتى الآن لم يتم تدميره؟ يعني البنتاغون الأمريكي لينا صرح بأن هذا المنطاد يتواجد على ارتفاع عال ولا يؤثر على حركة الطائرات التجارية في فوق ولاية مونتانا يعني مكان رصده، ويعني البنتاغون الأمريكي ذكر بأنه كان هناك قرار باستهداف هذا المنطاد وإسقاطه، ولكن هناك تخوفات من أن إسقاطه قد يحدث إصابات مدنية بين يعني المنازل وأيضا المباني في تلك الولاية، وبالتالي حتى الآن لم يتم استهداف هذا المنطاد. على مدار الساعتين الماضيتين كان هناك بث مباشر لرصد هذا المنطاد واحتمالية إسقاطه، ولكن حتى الآن لم يتم استهدافه، وبالتأكيد البنتاغون الأمريكي يبحث بين خبرائه العسكريين عن أأمن طريقة لاستهداف هذا المنطاد وتجنيب المدنيين في تلك الولاية يعني ويلات الإصابات إذ ما سقط هذا المنطاد عليهم أو على ممتلكاتهم. نعم، بالتالي كريم، ما هي ردود الفعل أيضا الأمريكية الأخرى حول هذا المنطاد؟ عاصفة من ردود الفعل خرجت منذ مساء أمس حول رصد هذا المنطاد وبأن الصين تنتهك السيادة الخاصة بالأراضي الأمريكية، ويعني ردود الفعل خرجت من ردود الفعل الرسمية التي خرجت من الإدارة الأمريكية أو حتى من المشرعين بالكونغرس الأمريكي الذين ذكروا بأن الصين تنتهك السيادة الأمريكية على أراضيها وتتجسس بمنطاد هوائي. وأيضا هناك يعني على مدار الساعات الماضية تابعت على وسائل التواصل الاجتماعي يعني حالة غضب من المواطنين الأمريكيين تجاه هذا الخبر الذي انتشر منذ مساء أمس على كافة القنوات والمواقع الإخبارية الأمريكية والتي تتحدث عن أن الصين تتجسس على الولايات المتحدة عبر منطاد هوائي، وبالتأكيد على مدار الفترة القادمة ستكون هناك تصريحات من الإدارة الأمريكية حول هذا الأمر. طيب كريم، ابقى معنا لنتحدث بعد قليل أيضا عن شق آخر في هذا الشأن. إذا نبقى في الولايات المتحدة هذه المرة مع مطالبة أعضاء في الكونغرس الأمريكي بأن يربط الرئيس جو بايدن بيع مقاتلات F-16 لتركيا بالسماح بانضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو. في رسالة إلى رئيس قال جمهوريون وديمقراطيون فيها إن البلدين الاسكندنافيين يبذلان جهودا حثيثة للوفاء بشروط عضوية الحلف التي طلبتها تركيا، في حين تعد هذه المرة الأولى التي يربط فيها الكونغرس بشكل مباشر بين بيع طائرات F-16 لأنقرة وانضمام السويد وفنلندا إلى الحلف.
بالمقابل كانت الرئاسة التركية قد أعلنت في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستكون الطرف الخاسر في حال رفضت بيع مقاتلات F-16 لتركيا. أكدت أن أنقرة لديها خيارات بديلة في مجال الدفاع الجوي وغير ذلك من الصناعات الدفاعية. بالعودة لمراسلنا من واشنطن كريم يسري. إذن كريم، إذن هذا أول رد فعل رسمي من الكونغرس حول ربط فنلندا والسويد ببيع مقاتلات F-16 لتركيا. بالفعل لينا، هذا هو رد الفعل الرسمي الأول أو الإعلان الأول من قبل المشرعين بالكونغرس الأمريكي حول ربط صفقة انضمام السويد وفنلندا أو موافقة تركيا بالأحرى على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو ببيعها طائرات بقيمة 20 مليار دولار، طائرات F-16. ويعني الكونغرس الأمريكي نحو يعني 29 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من بين الجمهوريين والديمقراطيين أرسلوا خطابا أو رسالة للرئيس جو بايدن يحثه على يعني الضغط على تركيا وربط يعني بيعها للطائرات F-16 بموافقتها على انضمام السويد وفنلندا. حتى الآن هناك دولتان لم توافق على انضمام السويد وفنلندا، هما تركيا والمجر، لكن يبدو أن الضغط الأمريكي بالكامل منصب على تركيا، خاصة مع الأنباء المتعلقة ببيعها صفقة طائرات F-16. صحيح. وهنا كريم أريد أن أسألك أيضا بأن جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي كان في زيارة إلى واشنطن يعني قبل 10 أيام تقريبا، وهو لم يلتقي أحد من أعضاء الكونغرس. ما الذي تغير منذ ذلك الحين حتى الآن؟ بالفعل داود جورج أوغلو تواجد في واشنطن، التقى بوزير الخارجية أنتوني بلينكن، ولكن يعني من متابعتي لتلك الزيارة هو لم يلتقي بعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي. عادة أي مسؤول حينما يأتي إلى واشنطن، خاصة وزراء الخارجية أو حتى الرؤساء والزعماء، يقابلون عددا من أعضاء الكونغرس الأمريكي بشقيه الديمقراطي والجمهوري للتفاوض معهم حول يعني الموافقة على صفقات بيع أسلحة أو ما إلى ذلك، أو حتى صفقات مساعدات مالية واقتصادية، ولكن هذا لم يحدث من الجانب أو من وزير الخارجية التركية. وبالتالي أعتقد أن الكونغرس الأمريكي هناك رفض تام للتعامل مع تركيا بسبب ملفها في أو بسبب تجاوزاتها في ملف حقوق الإنسان أو بسبب تجاوزاتها في منطقة شرق المتوسط وتعدياتها على حد وصف الكونغرس الأمريكي على عدد من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية هناك. وبالتالي بشكل كبير أسألك كريم هنا، يعني ألا تخشى الولايات المتحدة بأن تتجه تركيا أو تعود إلى روسيا مرة أخرى لشراء أو التعاقد معها على مقاتلات روسية بديلة عن الأمريكية؟ نعم لينا، دائما حينما يرفض الكونغرس الأمريكي صفقة بيع أسلحة لدول بعينها، يحذر البيت الأبيض والبنتاغون الأمريكي من أن ذلك قد يفقد صناعة الأسلحة في الولايات المتحدة ومبيعات الأسلحة في الولايات المتحدة أهميتها على المستوى العالمي، لأن تركيا قد تلجأ لروسيا لتعويض الطائرات F-16 بطائرات ميج روسية أو سوخوي حتى. وبالتالي يعني يحاول البيت الأبيض والبنتاغون تقديم النصح للكونغرس الأمريكي حول هذا الأمر. وبالتالي رفض قبل ذلك صفقة طائرات F-35 تباع إلى تركيا على مدار السنوات الماضية بسبب تعقد تركيا على منظومة دفاع جوي من روسيا S-400. وبالتالي قد يتكرر الأمر إذا ما استمر الكونغرس في رفضه لتلك الصفقة وتتجه تركيا من الولايات المتحدة إلى روسيا. شكرا لك كريم يسري على كل هذه المعلومات والمعطيات، كنت معنا من واشنطن. قالت تركيا إن دولا غربية منها الولايات المتحدة وألمانيا لم تزودها بأي معلومات لدعم تأكيداتها بأن تهديدات أمنية دفعتها إلى إغلاق بعثاتها في البلاد. أشار وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو إلى أن تلك الدول ربما تحاول تصوير تركيا على أنها بلد مضطرب عندما أغلقت مؤقتا السفارات والقنصليات وأصدرت تحذيرات من السفر في أعقاب وقائع حرق للمصحف في أوروبا. We'll be right back.
نشرة اليوم ما زالت متواصلة، ولكن بعد فصل قصير. قبل أسبوعين فقط من الذكرى السنوية الأولى للحرب في أوكرانيا، كييف تحتضن قمة أوروبية أوكرانية على أراضيها. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي استقبل مسؤولين كبار من الاتحاد الأوروبي، حملوا إلى كييف تعهدات لدعم أوكرانيا مهما تطلب الأمر، لكنهم لم يمنحوا الدولة التي تخوض حربا مع روسيا موافقة سريعة على الانضمام إلى التكتل. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي اعتبر أن بلاده تستحق أن تبدأ مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الآن أكثر من أي وقت مضى، مؤكدا أن المزيد من الاندماج مع التكتل الأوروبي سيلهم الأوكرانيين ويمنحهم حافزا للقتال ضد القوات الروسية. بالمقابل أعلنت ألمانيا اليوم أنها سمحت للمصنعين لديها بإرسال دبابات ليوبارد 1 القتالية إلى القوات الأوكرانية. قال الناطق باسم الحكومة الألمانية أن برلين أصدرت رخصة تصدير ل 88 دبابة من هذا النوع. يشكل هذا الإعلان تراجعا إلى الوراء، لا سيما بعد أن تعهدت ألمانيا قبل نحو 10 أيام تقديم ليوبارد 2 الطراز الأحدث. على جبهات القتال تكثف روسيا ضرباتها وهجماتها في مناطق متعددة من إقليم دونباس الذي يضم دونيتسك ولوغانسك. وأعلن مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية أن الجيش الروسي قطع الإمدادات عن بلدة أوغليدار الواقعة على محور جنوب دونيتسك الاستراتيجي، كما أشار إلى أن القوات الروسية تتقدم من 3 محاور. في الداخل الروسي، أعلن الكرملين اليوم أن التقارير التي تتحدث عن زيارة مدير الاستخبارات الأمريكية لموسكو كاذبة، وكذلك الأنباء حول عرض أمريكا 20% من أراضي أوكرانيا مقابل السلام نفتها موسكو وقالت إنها غير صحيحة. أفاد الكرملين أيضا أن الحظر الأوروبي على منتجات النفط الروسية سيؤدي لمزيد من اختلال أسواق الطاقة. أما وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف فقد جدد اتهامه للاتحاد الأوروبي باعتماد أساليب استعمارية من خلال فرض العقوبات على الدول على حد تعبيره. قال لافروف أيضا إن بلاده تعزز الشراكة مع الصين وتوسع من علاقاتها مع دول أمريكا اللاتينية. ينضم إلينا من موسكو مراسلنا فادي صالح. أهلا بك فادي. بالبداية نريد أن نعرف رد فعل موسكو حول التقارير التي خرجت عن وكالة الاستخبارات الأمريكية. نعم، في الحقيقة الكرملين نفى وجود خطة سلام مزعومة بين موسكو وكييف تتضمن التنازل عن أراض أوكرانية لصالح روسيا. طبعا هذا الكلام جاء على لسان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، حيث يعني سئل عن ما إذا كان مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية قد سافر إلى موسكو أو طرح خطة تتضمن تنازل أوكرانيا عن 20% من أراضيها، حيث قال بيسكوف إن هذا التقرير زائف برمته. طبعا يذكر أن الكرملين كان قد أعلن سابقا ومرارا بأن روسيا منفتحة على المفاوضات مع أوكرانيا، إلى أنه ليس هناك فرصة لمواصلة هذه المفاوضات حتى الآن، حيث قال بيسكوف حينها أنه قد تم إغلاق الملف من قبل أوكرانيا وتحول إلى
قانوني عدم استمرار أي مفاوضات مع الجانب الروسي. وفي منتصف الشهر الجاري كان بيسكوف أيضا قد قال بأن التشريع الأوكراني لا يسمح لكييف بالتسوية السلمية للوضع في البلاد. من جانبه كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد جدد التأكيد على استعداد موسكو لبدء مفاوضات مع كييف، مشيرا إلى أن الجانب الأوكراني هو من يرفض ذلك، بل يعني يتم منعه بالأصح تحت ضغوط غربي. طيب فادي، ماذا عن حظر أوروبا لمنتجات النفط الروسية التي تم حظرها مؤخرا؟ نعم، اليوم أيضا كان رد من قبل الكرملين حول هذا الموضوع، حيث أفاد الكرملين بأنه يتخذ إجراءات للرد على الحظر الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى مزيد من الخلل في الأسواق العالمية. طبعا أيضا المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال إن الحظر المفروض سيؤدي إلى عدم التوازن في أسواق الطاقة العالمية، وأيضا أشار بيسكوف إلى أن موسكو تقيم ذلك الحظر بالسلبي، كما أكد أنه من الطبيعي أن تتخذ روسيا أن تتخذ إجراءات، هذه الإجراءات هي للحفاظ على مصالحها ضد المخاطر التي تنشأ في هذا الصدد حسب تعبيره. أيضا هناك كان تعليق من خبراء، حيث قال إن العقوبات أو قالوا إن العقوبات الغربية المفروضة على النفط الخام الروسي قد فشلت تماما حتى الآن، وإن تحديد سقفا جديدا لأسعار المنتجات النفطية يعني قد يكون غير مجدي. طيب، وهناك أيضا على صعيد آخر أعلن نائب رئيس، تفضلي. طيب فادي، أريد أن أسألك أيضا عن الأوضاع الميدانية التي يعني في أوكرانيا، أين تتجه حاليا وباختصار لو سمحت؟ نعم، في الحقيقة أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم تقدمها على عدة محاور في جمهورية دانيتسك الشعبية. طبعا بالنسبة لسير العمليات العسكرية، تم الإعلان عن مقتل نحو 70 عسكريا أوكرانيا، إضافة إلى تدمير آليات عسكرية وأيضا أنظمة مضادة طبعا للطيران. هذه الأنظمة هي نرويجية الصنع حسب التقرير اليومي لوزارة الدفاع الروسية. طبعا أيضا أعلنت الوزارة في بيانها أنها تمكنت من إسقاط مقاتلة أوكرانية، فيما تواصل القوات المسلحة الروسية إذن هجومها على محور دانيتسك والسيطرة على مناطق وصفتها وزارة الدفاع بالهامة. شكرا لك فادي صالح، مراسلنا من موسكو. أعرب الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن عزمهما على العمل معا في وجه أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط وبمواجهة دعم طهران لروسيا في هجومها على أوكرانيا. شدد ماكرون على دعم فرنسا وتضامنها الكامل مع إسرائيل، لكنه أكد على ضرورة تجنب أي إجراء من شأنه تأجيج دوامة العنف. أكد مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز أن النظام الإيراني يفقد سيطرته شيئا فشيئا بسبب شجاعة الإيرانيين. أما بالنسبة للتوتر الحاصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فعبر بيرنز عن قلق الوكالة من احتمال تزايد العنف أكثر مستقبلا. في الشأن الأوكراني قال بيرنز أن الأشهر الستة المقبلة ستكون حاسمة في أوكرانيا. أصدرت الحكومة البريطانية والأسترالية بيانا مشتركا بخصوص الدور الإيراني، وعبرت الحكومتان عن ضرورة العمل سويا مع الشركاء الدوليين لمحاسبة إيران عبر وسائل تشمل العقوبات. أكدت الحكومتان على وجوب التصدي للدور الإيراني في توفير الأسلحة لروسيا وزعزعة الأمن العالمي، وبأن على إيران التوقف عن إعدام المتظاهرين وقمع الاحتجاجات. أعلن المخرج الإيراني جعفر بناهي الذي سجن في طهران منذ 6 أشهر أنه بدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف احتجازه، مؤكدا أنه سيمتنع عن تناول الطعام والشراب وأخذ الدواء حتى إطلاق سراحه. كان بناهي الحائز على جوائز سينمائية عدة قد احتجز قبل بدء موجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد. Thank you.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يؤيد منح الفلسطينيين إدارة ذاتية بشرط أن يتحقق السلام الشامل مع الدول العربية. كان نتنياهو قد عبر عن رفضه لموقف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي أكدت أن توسيع المستوطنات يعيق أفق السلام. وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن غافير قال إنه سيمضي قدما في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ومبرزا أنه فرض حالة تأهب مشددة وألغى كل الامتيازات بعد ورود معلومات مخابراتية بأن السجناء يخططون لإيذاء موظفي السجن. نشرة اليوم متواصلة وفيها أيضا معرض القاهرة الدولي للكتاب، الإقبال يتأثر بالأوضاع الاقتصادية. غضب أمريكي بعد تحليق منطاد تجسس صيني فوق مواقع حساسة في أمريكا، والصين تدعو لحل المسألة بهدوء. في سابقة أعضاء من الكونغرس يحثون بايدن لربط صفقة مقاتلات F-16 بموافقة أنقرة على انضمام السويد وفنلندا للناتو. قبل أسبوعين فقط من الذكرى السنوية الأولى للحرب في أوكرانيا، كييف تحتضن قمة أوروبية شدد فيها الحلفاء على دعم أوكرانيا ومعاقبة روسيا. في النشرة أيضا التصريحات من الكرملين ناقشناها مع مراسلنا من موسكو. الكرملين كذب أنباء عن عرض أمريكي لإنهاء الحرب مقابل 20% من أراضي أوكرانيا. ألمانيا توافق على إرسال دبابات ليوبارد لأوكرانيا لكن ذات الطراز الأقدم، فيما يبدو أنه تراجع عن موقفها الأول بإرسال ليوبارد 2. وفي النشرة أيضا تناولنا مستجدات زيارة نتنياهو لباريس، حيث أكد نتنياهو أن هناك تقاربا كبيرا في تقييم فرنسا وإسرائيل لتهديدات إيران ولفرض عقوبات على الحرس الثوري. في آخر محطات جولته الأفريقية، البابا فرانسيس يصل إلى جنوب السودان وعشرات الآلاف في استقباله. تراجع أرباح عملاقتي التكنولوجيا جوجل وأبل، ومن بين الأسباب الرئيسة ضغوط سلسلة التوريد للإنتاج في الصين. تتابعونا في استوديو العرب الليلة. في مصر أضاع ضرب الجزاء فتلقى 70 غرزة في جسده. وفي استوديو العرب أيضا جدل التجارب على الحيوانات بين العلم وحقوق الإنسان. الحيوان. يطالب البريطانيون في مختلف القطاعات برفع أجورهم في ظل زيادة نسب التضخم في المملكة المتحدة، ونحو 500,000 شخص دعي إلى الإضراب عقب مرور 100 يوم على تشكيل حكومة ريشي سوناك، حيث تظاهر آلاف المعلمين في لندن إلى جانب عمال في السكك الحديدية وموظفين في يوم احتجاجي تخللته إضرابات هي الأوسع نطاقا منذ 10 أعوام.
تنضم إلينا من لندن مراسلتنا براءة العزاوي. أهلا بك براءة. إذا ما هي آخر مستجدات الأوضاع لهذه الإضرابات المستمرة حتى الآن؟ نعم لينا، إذا يكسو ضباب لندن أو ضباب بريطانيا ضباب الإضرابات هذا العام. هي إضرابات مستمرة مكثفة، هناك جميع القطاعات لربما تتكاتف في هذه الأشهر لكي تقول بصوت واحد ارفعوا الأجور. اليوم كنا نشهد إضرابات في قطاع النقل العام، في قطاعات السكك الحديدية بالأخص. الجميع كان يطالب برفع الأجور وتحسين ظروف العمل. قابلت أحد النقابات في الصباح الباكر، قال لي بأن الزيادة في الأجور هي ليست السبب الوحيد الذي يجعلنا نضرب، وإنما نريد تحسين ظروف العمل ونريد إجازات، بأننا نمر بضغوط كبيرة، خاصة وأن قطاع السكك الحديدية بالأخص لا يمر بأزمة اقتصادية أو لا يعاني من تبعات الأزمة الاقتصادية فقط، وإنما هو يعاني أيضا منذ العامين الماضيين بسبب أزمة وباء كورونا. هذا القطاع أضرب اليوم وأضرب في الأول من فبراير تضامنا مع قطاعات عدة وإضراب كبير، كان 500,000 مضرب عن العمل. لم يشهد هذا العدد ولم يشهد هذا الزخم منذ عقد. طيب، من الآن في بريطانيا براءة، يعني تحدثنا قبل يومين عن أن هنالك إضرابات ربما ستقام أيضا يعني موازية للمستمرة حاليا، هل هنالك من جديد عن إضرابات جديدة؟ بالنسبة لقطاع النقل كما وعدوا نفذوا، قالوا بأن اليوم سيكون هناك إضرابات وحدثت الإضرابات بالفعل، لم تلغى أي إضرابات حتى اللحظة مما كان مخطط لها. هناك إضرابات ستكون في 6 من الشهر الجاري بالنسبة لقطاع التمريض وعمال الطوارئ، هناك إضرابات ستكون لعمال الإطفاء لم يحدد وقتها بعد، ولكن هذا القطاع لم يضرب منذ 20 عاما تقريبا. وهناك أيضا عودة إضرابات عمال أو موظفون البريد والتي ستكون في منتصف الشهر الجاري، هذا مع أيضا لربما توقع إضرابات جديدة من قبل النقل العام، لأنهم أكدوا بأنه ما لم يكن هناك صفقة جديدة ترضي الجميع فستستمر الإضرابات حتى تلبى مطالبهم. طيب، حتى الآن ليس هنالك أي رد من الحكومة، من حكومة ريتشي سوناك على هذه الإضرابات؟ الباب مغلق كما ترين لينا، بالفعل لا يوجد أي جواب حتى الآن من الحكومة، لربما تجري المباحثات. رئيس الوزراء ريتشي سوناك قال قبل يومين وبمناسبة الإضرابات التي حدثت في الأول من فبراير، قال المتحدث باسم رئيس الحكومة بأن الحكومة مستعدة لمزيد من التفاوض والمحادثات، ولكن النقابات رددت اليوم بصوت عالي ردا على هذا الكلام بأننا نريد جميعا الجلوس حول طاولة واحدة، ونريد أن تكون هناك مباحثات ومفاوضات جادة، ونريد أن تلبى مطالبنا، لأن الزيادة في النسبة التي قدمت من قبل الحكومة وهي 4% العام الماضي و 4% الشهر الماضي لتكون 8% لربما أرضت بعض الأطراف، ولكنها لم ترضي مقبل النقابات العمالية حتى الآن. شكرا لك براء العزاوي مراسلتنا. ولربما أيضا هناك من نقطة لندن. مهمة شكرا لك لربما يجب طرحها براءة. طيب باختصار. نعم، فقط أريد أن أشير إلى أن نائب رئيس الوزراء دومينيك راب ربما أيضا ستثار هذه القضية حوله، ونحن قبل أيام واجهنا قضية ناظم الزهاوي رئيس حزب المحافظين السابق الذي أقيل من هذا المنصب. الآن تتوجه الأنظار حول دومينيك راب، وتتوجه الأنظار حول دور رئيس الحكومة بهذا الشأن، خاصة وأنه هناك شكاوى عدة قدمت ضد دومينيك راب في الفترة الأخيرة، وهناك شكوى أخيرة قدمت اليوم أو أفصح عنها اليوم تتعلق بأن أحد الشكاوى قدمت قبل أن يتسلم منصبه من قبل رئيس الوزراء ولم يعلن عنها من قبل. أشكرك براء العزاوي مراسلتنا من لندن.
وصل البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى دولة جنوب السودان قادما من الكونغو للحث على إنعاش عملية سلام وإنهاء عقد من الصراع الذي أودى بحياة مئات الألاف. يرافق البابا فرانسيس في زيارته رئيس ساقفة كانتربري ومنسق كنيسة سكوتلندا. تستمر في العاصمة المصرية فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يقام في نسخته 54 حتى 6 من الشهر الجاري. ومع قفزات التضخم وتدهور سعر صرف العملة المصرية يبدو أن هناك تراجعا في الإقبال والمبيعات، فيما يجد أكثر من 800 ناشر صعوبة في تغطية تكاليف المشاركة. وردنا الآن في هذا الخبر العاجل أن بيان لوزارة الدفاع الأمريكية أكد أن حزمة المساعدات لأوكرانيا تشمل قدرات دفاعية جوية حساسة وصواريخ عادية وطويلة المدى. إذن بالعودة إلى معرض القاهرة، نعود إلى مراسلنا أو ينضم إلينا مراسلنا من القاهرة محمد خالد. أهلا بك محمد. إذن بالبداية حدثنا عن هذا المعرض، كيف هي الأجواء لديك؟ يعني أنت تتواجد في داخل المعرض، وما هي الندوات التي تقام؟ نعم لينا، تحياتي لك ولكل مشاهدي المشهد. بالفعل انطلقت النسخة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار على اسم مصر معا، نبدع نقرأ نفكر. هذه النسخة تحل ضيف المعرض هذا العام هي المملكة الأردنية الهاشمية، وضيف المعرض وشخصية المعرض هذا العام هو الكاتب الكبير صلاح جاهين. يمكن هذه النسخة يعني تستضيف ما يقرب من 53 دولة حول العالم، من يعني تستضيف ما يقرب من 1100 دار نشر سواء محلية أو عربية أو أجنبية. نتحدث عن أكثر من 500 ندوة ثقافية تقام داخل المعرض. إذن هي وجبة ثقافية دسمة يعني يتلقاها زائرو المعرض من مختلف العالم، يأتون إلى المعرض. يمكن العديد من الندوات تعمل الآن ومستمرة حتى 10 مساء. طيب أريد أن أسألك أيضا، مقابل التضخم الحاصل في البلاد والتذبذب في ارتفاع وانخفاض أسعار الدولار، كيف تجد الإقبال على المعرض؟ نعم بالفعل يعني لينا، بالرغم من ارتفاع الأسعار بشكل كبير داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، نتحدث عن ارتفاع بنسبة 100% تقريبا نتيجة للتضخم وانخفاض قيمة العملة، لكن على النقيض نجد أن هناك إقبال كبير من الزوار للمعرض. نتحدث عن الجمعة السابقة زار المعرض ما يقرب من 250,000 زائر، أما اليوم أتوقع أن يزيد العدد إلى الضعف تقريبا، ما يقرب من 500,000 زائر اليوم في معرض القاهرة الدولي للكتاب في آخر جمعة للمعرض. نتحدث عن ما يقرب من 3 أيام يعني تبقت للمعرض. هناك إقبال زايد من الكثير من المواطنين على المعرض، هناك يعني خصومات تقوم دور النشر بتقديمها للزوار حصرا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تبدأ من 30% وحتى 50%. الدولة المصرية دعمت العارضين والناشرين في المعرض بتخفيض القيمة الإيجارية للعارضين بنسبة 10%، ويمكن هذه أثرت على يعني مزيد من الخصومات التي قدمها العارض للزائر ويعني القارئ الذي يأتي إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب يعني ويعني يشارك به كل عام. شكرا لك محمد خالد، كنت معنا من القاهرة. احتضنت مدينة الثقافة بالعاصمة تونس مهرجان أيام الطهي العربي بحضور وفود رسمية لتعزيز تراث الطبخ التونسي والعربي والترويج له إقليميا ودوليا. من
من هنا من مدينة الثقافة تحتضن تونس فعاليات تظاهرة أيام الطبخ العربي تحت شعار تراث وتنوع في خدمة السياحة العربية، في خطوة أولى للتعريف بأطباق تحفظ الهوية العربية ترويجاً للمطبخ العربي بكل تنوعه واختلافه. يجتمع هؤلاء الطهات هنا في مهرجان أيام الطهي العربي في تونس لتقديم أعرق وألذ الطبخات العربية التي تعبر عن ثقافة الدول العربية وتعزيز دور الطعام في جذب السياح. اللي خلتنا نتعرفوا بالأكلات العربية تاع 5 ولا 6 بلدان ونكتشفوا شنو اللي طيبوا، فما برشا شبهات سورتو ما بين الأكلة التونسية والجزائرية، فما برشا حاجات يتشابهوا لبعضهم. أجنحة مميزة وفرت حصص تذوق للتعريف بالموروث الثقافي والغذائي لمختلف البلدان العربية المشاركة. شاركنا في أكثر من 15 أكلة مختلفة من الأكلات العراقية المشهورة. موائد امتلأت بشتى الأطباق، مقبلات باردة وأخرى دافئة، حلويات، معجنات وأطباق تقليدية تعكس عبق تاريخ المائدة العربية. تجمع حولها الزائرون لتجربة متعة سفر حسي. الأكل ذي ما هوش قاعد معناها مروج له، وبالطريقة اللي ممكن في العالم العربي ما يعرفوش الأكل التونسي، ونعرفوا أهمية ترويج الأكلة التونسية لاجتذاب لاستقطاب السائح العربي وكذلك معناها حتى السائح الأوروبي. تظاهرة من المقرر وفق منظميها أن تستقر سنوياً في إحدى البلدان لتدعم التدفق السياحي بين الدول وتحيي المخزون الخاص بالمطبخ العربي وتسهم في تبادل الخبرات والتجارب المتنوعة في هذا المجال. فإذا كنت من محب التعرف على حضارات الشعوب والغوص في تاريخها، قد يساعدكم تذوق الأطعمة في اكتشاف بعد آخر للوجهة السياحية المقصودة. أميمة بن خلف، المشهد، تونس. كشفت الشركة الأم لموقع جوجل ألفابت عن أرباح ربعية دون توقعات هبطت بنسبة 34% في أكبر تراجع لأرباح الشركة في 4 فصول. انكمشت إيرادات جوجل من أكثر من 20 مليار دولار إلى نحو 13 مليار، وهو ما يعادل 1.5 دولارات للسهم الواحد. من جهتها أعلنت شركة أبل عن مبيعات وأرباح دون توقعات وول ستريت متأثرة بضعف مبيعات آيفون، خصوصا بعدما عطل الإغلاق المرتبط بجائحة كوفيد في الصين إنتاج أكثر منتجات الشركة مبيعا. خفضت مبيعات الشركة بنسبة 5% إلى نحو 117 مليار دولار. تبرأت شركة تسلا الأمريكية من تغريدات الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك عن وصول عرض لتحويل شركة صناعة السيارات الكهربائية لشركة خاصة. أفاد مديران في الشركة أمام هيئة قضائية في واشنطن أن مجلس الإدارة لم يكن ملزم بمراجعة تغريدات ماسك. في لبنان مشاهد مذهلة للزائر الأبيض، حيث اكتست المدن والمرتفعات بالثلوج. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرة اليوم. دائما يمكنكم متابعة برامج وأخبار قناة المشهد على منصات المشهد المختلفة. أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.